NIS, l'école française. زيارة مريض. مرض باسم يوما. أحب الأصدقاء زيارته. هبة. ماذا نأخذ معنا؟ عادل. سأهدي باسم كتابا يقرأ فيه عن الحيوان. فالجمل سفينة الصحراء والغراب من أذكى الطيور. هبة. أعددت لباسم الدروس كي يذاكر على الحاسوب. نبيل. سأهدي باسم وردة وأدعو له بالشفاء، ونطلب إليه أن يدعو لنا، فدعاء المريض مستجاب. اليوم يوم الاثنين. في هذا اليوم نغني ونعزف الألحان في حجرة الموسيقى، وهناك زملاء يحبون الرسم والألوان، فهم يرسمون صور الحيوانات والطيور. وهناك فريق ثالث يحب لعب الكرة التي تعلمنا التعاون والنشاط. ما أجمل حصة الهوايات! نتعلم في هذا الدرس مفردات جديدة: تعزف، الألحان، الهوايات، بعض الهوايات، أهمية ممارسة الهوايات، كتابة حرفي الميم والنون. نعزف معناها المراد نستخدم الآلات الموسيقية. الألحان معناها الأنغام الموسيقية. التعاون معناها المساعدة. الهوايات معناها ما يحبه الإنسان. نغني مضادها نبكي. هناك مضادها هنا. يحبون مضادها يكرهون. تعلمنا مضادها تجهلنا. التعاون مضادها التنافر. النشاط مضادها الكسل. أجمل مضادها أقبح. اليوم جمعها الأيام. حجرة جمعها حجرات. فريق جمعها فرق. حصة جمعها حصص. الألحان مفردها لحن. زملاء مفردها زميل. الألوان مفردها لون. صور مفردها صورة. الحيوانات مفردها الحيوان. الطيور مفردها الطائر. الهوايات مفردها الهواية.